مع مباراه الامس مع نجم الاهلي السابق والمدير الفني السابق للنادي الاهلي كابتن محمد يوسف. تحياتي ليك يا كابتن محمد. كابتن اسامه، سعيد ان اكون معاك وبمسي عليك وعلى جمهورك ومشاهدين قناه النادي الاهلي. منورنا يا ابو كباتن. حبيبي حبيبي يا كابتن اسامه. شفت ازاي مباراه سيراميكا بالامس؟ النادي الاهلي خرج من كاس العالم للانديه ثلاث مباريات من العيار الثقيل وارهاق وسفر، وبعد 48 ساعة بيلعب في بطولة أخرى، بطولة السوبر المصري. شفت إزاي المباراة امبارح وفوز النادي الأهلي في الثواني الأخيرة؟ والله بص، أنا معلش يعني عايز قبل ما أتكلم على مباراة أمس طبعا مع سيراميكا ومش عايز أخد اللقطة الأخيرة، لأن طبعا إحنا كفنيين بنبقى شوية يعني التحليل والحاجات دي مهمة جدا. أنا عايز أرجع قبل ما النادي الأهلي سافر كأس عالم الأندية. تمام. لأن أنا بتكلم في كثافة مباريات عالية جدا. وهنا لازم أشيد بالجهاز الفني وأشيد بكل الطاقم الفني والبدني. لأن أنت كم المباريات دي أسامة ممكن يسبب لك إصابات، ولكن كولر في التدوير وبمراعاة التدوير ما بين اللعيبة ومين يقعد ومين يلعب، لأن إحنا لما نرجع نلاقي ان النادي الاهلي من 2 ديسمبر لما لعب مع يانج افريكانز بره في افريقيا، وبعدين رجع لعب مع شباب بلوزداد هنا، وبعديها على طول راح مسافر عشان يلعب كاس عالم الانديه مع اتحاد جده. خلي بالك، السفر واللعب في افريقيا وبعدين ترجع وتسافر تاني وبعدين تروح جاي مسافر واخد الفريق في خلال يوم الجمعه، تقوم جاي مسافر على ابو ظبي، كل الحاجات دي خلي بالك حمل بيتراكم على حمل المباريات بقى اللي احنا بنشوفه في التلفزيون في 90 دقيقة. كل ده شغل او يعني برضو لود على اللعيبة. وانت طبعا كنت لعيب وعارف السفر والطيران والكلام ده كله بيأثر. انا بقى عايز اشيد ايه؟ عايز اشيد بحاجتين مهمين جدا جدا جدا. اول حاجة قدرة الجهاز الفني على إخراج اللاعبين بعد إحباط هزيمة فلومينينسي. وكان يعني إحباط لينا كلنا، كلنا كنا بنتعشم وكلنا كنا يعني هدفنا نشوف الفاينل. يعني إحنا رحنا لكأس عام كتير وكان نفسنا دي الخطوة الجديدة اللي تتعمل إن إحنا نخش فاينل ونلعب قدام مانشستر سيتي. انا بشيد ليه بالجهاز؟ لان واللاعبين برضو، لان اللي حصل اخراج اللاعبين في الوقت الضيق ده ما بين مباراه فلومينينسي ومباراه بطل اوراوا الياباني، الوقت ضيق قوي اسامه. بتتكلم طبعا. من اثنين لجمعه، يعني من يوم الاثنين ليوم الجمعه بتلعب، الفرق الثلاث ايام دول ولا الاربع ايام دول قدرت تخرج وقدرت تكسب 4-2 وتاخد برونزيه لرابع مره. حاجه بصراحه يعني اشاده جامده جدا بالبعثه كلها بصراحه. يعني انا بتكلم بامانه، يعني ان يطلعوا باللاعبين كل ده، وبعدين بعد كده كمان بتيجي بقى تجدد طموحك بعد ثالث عالم للانديه واخد برونزيه وكل الكلام ده، وبعد كده بتجدد طموحك تاني عشان داخل في بطوله تاني قدام سيراميكا. عزيمه واصرار، انا بقول هي دي، هو ده النادي الاهلي وهو ده لعيبه النادي الاهلي، الاصرار والعزيمه وان هم دايما عايزين ياخدوا المباراه. وصدقني تقول يا كابتن يوسف للي بيقول ان احنا بنكسب بالحظ او النادي الاهلي معاه الحظ دايما، يعني رسالتك وانت راجل كنت مدير فني واكيد في مباريات كسبتها في الثواني الاخيره واللحظات الاخيره طبعا ده مباريات كتيره جدا. ده احنا هنا تم دفاع. لا بص هقول لك على حاجه عشان اقول لك موضوع اللي بيقولوا الاهلي بيكسب بالحظ وبيكسب مش عارف بدون لعب بص الاهلي دايما يا اسامه، وانت راجل لعبت في الاهلي واحنا كنا جيل برضو قبلك وبعدينا وقبلينا كله الاهلي هو البطل. والاهلي دايما البطل، كل الناس بتبقى عايزه تنهش فيه او عايزه تنال منه او عايزه تهمش فيه. ده قدر النادي الاهلي وده قدر فريق النادي الاهلي وده قدر مسؤولين الاهلي وقدر لاعيبه الاهلي ومدربين الاهلي. انما هو كل ده ما بيلتفتلوش، هو كل ده بيركز عارف في ايه؟ بطولاته،
ودايما مسؤولين النادي الاهلي ورؤساء النادي الاهلي ورؤساء مجلس اداره النادي الاهلي ورؤساء البعثه بتاع النادي الاهلي دايما يقول لك كده، يقول لك انت ركز في المكسب، ركز ان انت تكسب وتضيف بطوله بعد بطوله. ده الرد، ده الرد. انما ان انا ده الاهلي هو اللي اخترع بلس 90. ازاي لما اجي انا النهارده اكسب 93 ولا 95 ولا الاهلي هو النادي الوحيد في الشرق الاوسط اللي ما بيستسلمش للدقيقه 90 وما بيستسلمش الا بصفاره الحكم. يعني ما بيقاد سواء خسران سواء متعادل سواء في دخل في جون سواء في نتيجه، يعني هي دي معروفه عنه النادي الاهلي. وبلس 90 دي معروفه، عماد متعب ملقب ببلس 90 يعني، فاهم قصدي؟ فاللي انا عايز اقوله، اذا حد بيقول ان الاهلي كسب بالحظ او يعني ده، انا ما بحبش يعني عايز اقول ايه، التاريخ الاهلي كبير، مباريات الاهلي كتيره، بطولات النادي الاهلي كتيره اللي كسبها بلس يعني كسبها بعد 90، وده دليل على ان لعيبته اتعلمت وتاصل فيها ومدربين وتاصل فيهم، ان ما يستسلمش الا مع صفاره الحكم. الا مع صفاره الحكم. عايز اخدك لنقطه ثانيه يا كابتن يوسف، هي ضغط. معلش يا كمان عايز اقول حاجه، فضل. اللي بيقول الاهلي كسب بالحظ ارجع لتاريخ الاهلي طبعا. بس عايز اخدك لنقطه ثانيه، ضغط المباريات. يعني بتلعب كاس عالم انديه ثلاث مباريات كبار، بعدها سفر كاس السوبر المصري بطولتين، وكلها مباريات تحت ضغوط. بنشوف امبارح اصابات مهمه في الفريق زي محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، واصابات اخرى في يعني حتى في مودرن فيوتشر عمر كمال عبد الواحد، وبنتكلم في لعيبه قوام منتخب مصر وانت داخل على كاس الامم الافريقيه. مش كان من الاولى برضو الجهاز الفني يبقى ليه نظره في وضع المباريات، خاصه كاس السوبر المصري؟ يعني لازم اريح الجدول شويه علشان بعدها لا قدر الله لو عندك اصابه قويه مش اللي هتاثر الانديه، ده وقتها هيتاثر منتخب مصر. ده حقيقي، ده حقيقي، لان هو منتخب مصر بيتكون من ايه؟ من الانديه الابطال، الانديه القويه، الانديه اللي بتلعب سوبر، فاهم قصدي؟ يعني عايز اقول لك ان انت كمان اللي انت بتقوله ده تماما موافقك فيه تماما. كثافه الماتشات يا اسامه كثافه عاليه جدا جدا جدا. يعني عايز اقول لك الاجواء اللي في يعني اجواء اوروبا احسن مننا، ارضيات اوروبا احسن مننا، الريكفري بتاع اوروبا ما بيلعبوش كثافه الماتشات اللي احنا بنلعبها دي. طبعا. عشان كده انا في بدايه مداخلتي معاك قلت لك انا مش هتكلم على ماتش سيراميكا، انا لازم ارجع لك من ايام يانج افريكانز والشباب بالذات، لان احنا عاملين كثافات ماتشات عاليه جدا بسفريات. بسفريات يعني مش كلها في مكان واحد. اصل في فرق بين لما العب ست سبع ماتشات في عدد ايام وانا في نفس الدوله، فاهم قصدي؟ غير السفر، غير السفر، السفر ده حمل. انت بتسافر بطيران بمواعيد طيران بركوب باص بي 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 بالحاجات دي كلها. بس اللي انا عايز اقوله، انا عجبني جدا جدا ولازم اشيد بكولر. ليه؟ رغم الاصابات امبارح، وده تحسب لكولر وتحسب للاعبين، الشناوي غير كده، مصطفى شوبير بصراحه انا كنت واحد مطمن. طمن ده مين؟ ده مدرب. ليه؟ لان اللاعب مركز والمدرب مجهز اللاعب اللي لو حصل اي حاجه يبقى ايه؟ يلاقي المردود بتاعه ما بيقلش، فاهم قصدي؟ شفنا خالد عبد الفتاح بدا علي معلول، لان علي معلول بان عليه الاجهاد والارهاق وكان ممكن يتصاب. خالد عبد الفتاح نزل برضه نفس الكلام، حسين الشحات وبرستاو نفس الكلام. يعني رامي ربيعه لما ياسر ابراهيم حس بالصدمه راح رامي ربيعه نازل. كل ده شغل جهاز وتجهيز عينه على الناس الثانيه كلها طبعا، لان هما بيركزوا على 17 لاعب. بيركز على كل اللاعبين عشان عارف انه هيحتاجوا. بس اخيرا يا كابتن يوسف، يوم الخميس القادم نهائي السوبر، الاهلي امام مودرن فيوتشر، مباراه كبيره، حظوظ الفريقين متساويين، شايف المباراه ازاي؟ بص انا شايف طبعا يعني ان المباراه تبقى مهمه جدا وصعبه على النادي الاهلي. صعبه على النادي الاهلي طبعا لكونه فيوتشر عنده يعني عنده طبعا طموح ان هو يفوز، ودي ده قدر النادي الاهلي طبعا، اي فريق بيلعبه بيبقى عنده الطموح انه يفوز عليه، ده غير 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 ان هو قدام النادي الاهلي وكمان بتلعب على بطوله سوبر يعني. ف المباراه صعبه، صعبه على الفرقتين زي ما انت قلت، وصعبه على النادي الاهلي يمكن عشان خارج من بطولات زي ما انت قلت، لعب افريقيا وبعدين راح لعب كاس عالم الانديه وبعدين رجع يلعب سوبر
وفي ثلاث دول مختلفة يعني، جاي من 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 الجزائر على سوري، من من القاهرة، وراح السعودية وبعدين راح على أبو ظبي. المباراة صعبة، وأعتقد إن كولر هيبقى عنده مفاجآت في التشكيلة سامة يعني. أنا متوقع إن يعني ممكن يفاجئنا بتغييرات برضه ويعمل روتيشن. طبعا طبعا، زي ما غير في مباراة سيراميكا كليوباترا، ولعب كريم فؤاد، ولعب طاهر ولعب سلية في نص الملعب نشط يعني. طبعا، فانا متوقع ان هو هيغير، وانا سعيد جدا انه رايح كهربا الماتش اللي فات. انا سعيد جدا رايح كهربا، سعيد جدا ان رايح حسين الشحات، يعني ادى راحه لناس كانت مجهده جدا في كاس عالم الانديه، واعتقد ان هيبقى ليهم دور في المباراه القادمه. ولو ان انا بقول ان ال 18 19 لعيب او اللي هم تعتبر اللي هم القايمه الرئيسيه بتاعت الاهلي كلهم ليهم ادوار، خلي بالك كلهم ليهم ادوار. شفنا امام عاشور الماتش اللي فات بيعمل يعني سبرنت في الدقيقه 93، ده يعني دليل فعلا ان الفرقه متجهزه صح، وان الريكفري بتاعها شغال كويس جدا، وان اللعيبه بتحافظ على نفسها، بتنام كويس، يعني هم برضو في معسكر بقالهم فتره، فدي برضو بتيجي بنتيجه ايجابيه يعني. كويس كابتن محمد يوسف، شرفتنا ونورتنا، ودايما بنستمتع بارائك الفنيه. يبقى كابتن اسامه، انا سعيد ان اكون معاك، وبيتنا طبعا قناه الاهلي ده بيتنا الثاني يعني. اشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد يوسف، نجم الاهلي السابق والمدير الفني السابق للاهلي. زي ما كابتن محمد يوسف يعني اتكلم، ان شاء الله تكون مباراه مش سهله يوم الخميس، لكن يعني منتظرين ان شاء الله جمهور النادي الاهلي كالعاده. يعني اول مباراه اتفرجت عليها كانت يعني بيراميدز ومودرن فيوتشر، ما كانش في تواجد جماهيري في المباراه. شوف المباراه اللي بعديها الاهلي امام سيراميكا، شوف تواجد الجماهيري للنادي الاهلي. حط النادي الاهلي في اي بطوله، اضمن نجاح البطوله بنسبه 100%. ان شاء الله يوم الخميس القادم دور الجماهير بقى، ودور جمهور النادي الاهلي اللي يكون متواجد في ملعب المباراه. يعني بنقول لجماهير النادي الاهلي، احجز تذكرتك، يعني في كود، احجز التذكره بتاعتك، وان شاء الله يعني لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني يقدروا يفرحوكوا. كيو ار كود زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشه، جمهور الاهلي العظيم بالامارات، خليك ورا الفريق في نهائي السوبر المصري يوم الخميس. الحق احجز تذكرتك عبر كيو ار كود، وكل التوفيق للاعبي النادي الاهلي. هنروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في التغطيه عن السوبر المصري يوم الخميس ومباراه الاهلي امام مودرن فيوتشر.